ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل ومعانا خبر لسه جاي حالا من النادي الاهلي. ما رحناش بعيد برضه احنا في الاخبار العالميه، بس المره دي خبر عالمي بنادي عالمي هو النادي الاهلي. استقبل النهارده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي مدير كره القدم في اتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي استقبل ظهر اليوم بمقر النادي الاهلي بالجزيره ديريك دياولي مدير كره القدم باتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه بحضور المهندس خالد مرتجي امين الصندوق. وتاتي الزياره في اطار بحث سبل التعاون بين الاتحاد الانديه الاوروبيه المحترفه مع النادي والاستفاده من نجاحات الاهلي على الصعيدين القاري والعالمي ليكون النادي الاهلي حلقه الوصل بين الاتحاد والانديه غير الاوروبيه التي يرغب الاتحاد في مساعدتها. واكد ديريك دياولي خلال الزياره ان اتحاد الانديه الاوروبيه يهدف الى تحقيق نهضه في الدول غير الاعضاء بالاتحاد من خلال محاكاه الانديه الاوروبيه والاستفاده من خبرتها والعمل على تطوير مصادر التمويل. وفي نهايه الزياره قام الكابتن محمود الخطيب باهداء ديريك دياولي درع وعلم وقميص النادي الاهلي زي ما احنا شايفين في الصوره كده، حاجه تدعو للفخر ان النادي الاهلي يبقى النادي اللي بيبقى حلقه وصل بين الانديه الاوروبيه والانديه اللي بره الاتحاد الاوروبي.